السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. حقق فريق الرفاع الشريف فوزا ثمينا ومهما على فريق سترا بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 13 من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. تقدم الرفاع الشرقي في الشوط الأول بهدف عبر اللاعب سامي الحسيني، بعدها أضاف الصربي ميرادين الهدف الثاني في الشوط الثاني، ثم عزز أحمد جلال تقدم فريقه بالهدف الثالث ليصعد إلى المركز الثالث ب 18 نقطة، فيما تجمد رصيد سترا عند 15 نقطة في المركز الثامن. لينجح الرفاع الشرقي في تحقيق فوزه الأول تحت قيادة المدرب محمد الشمدان. التسديد والفرص في الدقائق الماضية، كرة محاولة رأسية خطرة الآن، ممكن هدف ثالث، نعم الثالث للرفاع الشرقي. وفي لقاء آخر تمكن فريق الحلب من الصعود للمركز الرابع أثر فوزه على البسيتين بهدفين مقابل هدف، ويدين الحلب بهذا الفوز للمحترف البرتغالي توريس الذي سجل الهدفين، فيما سجل البسيتين المحترف البرازيلي ريكو. وبهذا الفوز رفع الحلب رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي البسيتين عند 16 نقطة في المركز الخامس. موسيقى الكراسي كما يطلق عليها بعض زملائي المعلقين في الجول.